منذ عدة أسابيع يعاني سكان مناطق الجزيرة في شمال وشرق سوريا أزمة تأمين وجودة مادة الخبز، ما أدى إلى توجيه انتقادات من السكان للجهات المعنية مطالبين بحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن. وبحسب الأهالي فإن أصحاب الأفران والتجار يتلاعبون بجودة وسعر المادة، لكن الجهات المعنية لم تضع حتى الآن حداً لتلك التجاوزات، كحال المواطن حسن سليمان الذي اضطر لشراء الخبز من إحدى الأفران السياحية، لكن ارتفاع سعر الخبز السياحي بات يرهقه كغيره من المواطنين. الخبز يعني حسب مرات نروح نجيب من الفرن سميك بيطلع، نجي لهون مرات عجقة، مرات ست رغفان 500 ليرة، يا الله ما قاله هيك. بحسب إحصائيات رسمية يتواجد في إقليم الجزيرة 3 مطاحن عامة و4 خاصة مرتبطة مع الإدارة الذاتية بعقود، وتنتج بشكل يومي 450 طنا من الطحين، بالإضافة إلى ما يقارب 331 فرنا ما بين الفرن الآلي والنصف الآلي والحجري. أما عن لجوء الأهالي للأفران السياحية، رغم أن سعر ربطة السياحي وصلت إلى 500 ليرة سورية بعد أن كانت 200 ليرة سورية، فهي بسبب تدني جودة الخبز في الأفران العامة إضافة لمشقة تأمينه. الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة طلعت يونس، وأثناء زيارة له للفرن الآلي في الحي الشرقي بمدينة القامشلي، أكد وفي تصريح خاص لشبكة الاتحاد بريس أن جودة الخبز سيتحسن خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى أن جميع طواقم مديريات الأفران مستنفرة في هذه الفترة. خلال هذه الفترة جميع الطواقم الإدارية مديريات الأفران مستنفرة من أجل تحسين نوعية الخبز وزيادة الكميات لتغطي جميع احتياجات الشعب. وأضاف يونس أن سعر مادة الخبز في الأفران العامة لن يتغير، وأكد أنهم وضعوا آلية جديدة لتوزيع الخبز حتى لا تحدث تجمعات أمام الأفران. خلال فترة قصيرة سوف يتم تحسين نوعية الخبز وجودته على مستوى جميع المناطق، وأيضا هناك مشاريع بفتح أفران جديدة وخاصة في المناطق الجنوبية في منطقة الحسكة التي تحتاج وتفتقر إلى كميات من الخبز. طبعا سعر الخبز التمويني المدعوم للإدارة الذاتية سوف تبقى الإدارة مدعومة لهذه الأسعار، ولن يحدث هناك أي ارتفاع للسعر وسنحافظ عليه. العمل على وضع آلية جديدة من أجل توزيع الخبز، سوف يتم توزيع البراكيات على جميع الأحياء، سوف يتم توزيع الخبز عبر الكومينات والمعتمدين في الحارات. الإدارة الذاتية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إجرائهم دراسة حول دعم مادة الخبز بثلاثة مواد أساسية كالملح والخميرة والأكياس، فيما ينتظر الأهالي نتائج تلك الإجراءات على أرض الواقع.